رفع شعار اكتشف نفسك، عرف عنه الإخلاص والتفاني في العمل، بابه مفتوح أمام الجميع منذ أن كان عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية. إنه المهندس محمد رشيدي، مرشح حزب الشعب الجمهوري بنظام الفردي في محافظة الإسكندرية، حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية كلية الهندسة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مصنع أوميجا باك للصناعات البلاستيكية. وبالنظر إلى العمل العام، فهو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرشيد الخيرية للتنمية تحت الإشهار، وعضو مؤسسة تمكين للتنمية المستدامة، وعضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية. خاض انتخابات مجلس النواب لعام 2015 ممثلا له، حتى وصل لمرحلة الإعادة، وكان أصغر المرشحين وقتها. وانتهت التجربة بجعل حزب المصريين الأحرار معروفا داخل دائرة سيدي جابر، باب شرقي للقاصي والداني. له العديد من الأعمال الإنسانية والخدمية التي لا ينكرها أحد، ومنها إطلاقه لمبادرة طرق أبواب الخير التي كانت تؤدي عملها في مساندة العمالة غير المنتظمة والأسر بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم لتخفيف الأعباء عن الأهالي، كما أطلق مبادرة أخرى تحت عنوان زكاتك تخفف الأزمة. ولم يقف عند هذا الحد فقط، بل دعا الجميع إلى المشاركة والتكاتف مع الأسر المتضررة، متمنيا للوطن والشعب المصري عبور أزمة جائحة كورونا بفضل تعاون الجميع ومساندة القيادة واتباع معايير الصحة. كما أطلق حملة لتوزيع الكمامات والمطهرات مساهمة منه ووقوفا بجانب الدولة لمنع انتشار فيروس كوفيد-19. فنحن الآن أمام رجل أدى ما تمنى ويطمع في تأدية المزيد والمزيد من أجل مساندة دولته وقيادتها. فنحن أمام المهندس محمد الرشيدي.